بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بيكو. معرفكم بنفسي دكتور هيثم الحاج علي، أستاذ مساعد النقد الأدبي الحديث بجامعة حلوان. النهاردة هنتكلم عن القصة القصيرة. والحقيقة قبل ما نتكلم عن فنيات القصة القصيرة، اسمحوا لي إن احنا نبص سريعا على جملة مهمة جدا بتفرق ما بين القصة القصيرة والرواية في أصلها. والجملة دي قالها ناقد أدبي مجري اسمه جورج لوكاتش. لوكاتش بيقول إنه القصة القصيرة والرواية بيعبروا عن الطبقة الوسطى في أي مجتمع، وإنه كلما كانت الطبقة الوسطى مأزومة ازدهرت القصة القصيرة، وكلما كانت هذه الطبقة ثائرة وطامحة ازدهرت الرواية. بمعنى إنه لما تتعرض الطبقة الوسطى لأزمة ما، فبتبقى القصة القصيرة هي الفن الأقرب للتعبير عن هذه الأزمة. ولما تكون الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى دي طبعا هي الشريحة الأهم والأكبر في المجتمع، لما تكون في حالة ثورة أو طموح أو نهضة حضارية، بيبقى الرواية هي الفن الأقدر عن التعبير. الحقيقة إنه لو طبقنا المقولة دي على تاريخ السرد، الرواية والقصة القصيرة في مصر، هنلاقيها بتنطبق عليها بشكل قوي جدا في خلال 100 سنة. يعني احنا عارفين انه اول قصة قصيرة منشورة ومتكاملة واعترف بها النقاد كقصة مصرية خالصة كان اسمها في القطار لمحمد تيمور، ودي اتنشرت سنة 1917. والحقيقة انه في الوقت ده كانت الطبقة الوسطى المصرية لسه بدأ في التشكل بصورة ما. بدأ في التشكل من خلال التعليم، من خلال الوظائف المدنية. نقدر نقول انه هي نفسها الطبقة اللي اتسمت في الوقت ده طبقة الأفندية. يعني الألقاب في مصر كانت مبدئيا في لقب الباشا والبيك، ودي الألقاب الرسمية التي تمنح للطبقة الأرستقراطية. وفي طبقة بلوريتاريا أو الطبقة الكادحة ملهاش ألقاب خالص، لكن لو حد ما خدش لقب باشا أو بيك وتعلم تعليم مدني عالي واشتغل في وظيفة مدنية، فكان بيطلق عليه لقب أفندي. دي طبقة الأفندية اللي تكونت منها الطبقة الوسطى المصرية، اللي بدأت بالطبع تدخل في صراع من أول نشأتها في أواخر القرن اللي فات لحد ما ظهرت ثورتها الأولى في سنة 1919 اللي بيسموها ثورة الأفندية بالفعل. بعد ثورة 19 حصل أنه هذه الثورة لم تؤتي كل ثمارها بالنسبة للطبقة الوسطى. يعني لا الاحتلال زال ولا حصل عدالة اجتماعية بشكل ما. اللي حصل فقط هو بداية مرحلة سياسية مختلفة، اللي هي مرحلة تكوين الأحزاب اللي بنسميها المرحلة الليبرالية. بعد دستور 23، وكان ده عمق الأزمة بالنسبة للطبقة الوسطى، ظهر أول جماعة بتهتم بكتابة ونشر القصة القصيرة في مصر، اللي هي جماعة الفن الحديث. ودي كانت مكونة من رائد القصة القصيرة المصرية يحيى حقي، اللي كان لسه شاب صغير معاهم، وكان المجموعة الأهم مكونة من 2 إخوات هم محمد ومحمود تيمور، و2 إخوات كمان اللي هم عيسى وشحات عبيد، وواحد معاهم اسمه محمود طاهر لاشين. استمرت المجموعة في نشر القصة القصيرة في مجلة اسمها مجلة الفن الحديث، لحد ما الأزمة الاقتصادية ضربت العالم كله في أواخر سنة 28، وبدأت تقف كتير من الصحف اللي ملهاش تمويل، ومنها بالتأكيد مجلة الفن الحديث اللي كانت بتعنى أساسا بكتابة القصة القصيرة. لكن نقدر نقول إنه القصة القصيرة في الوقت ده امتازت بأنها كانت شوية كأنها تلخيص روايات، كانت بتحاول أنها تأسس لأدب قومي مصري. الكتابة عن الشارع والطبقات الكادحة والأزمات اللي موجودة في الطبقة الوسطى كذلك.
بتستمر المسألة بالشكل ده حتى توقيع معاهدة 36 1936، والمعاهدة دي اللي رفضها كتير من جموع الشعب المصري، ونقدر نقول ان المعاهدة دي تحديدا حولت حالة الطبقة الوسطى المصرية من حالة الأزمة والكمون والانطواء وما إلى ذلك إلى حالة ثورة. فبدأت تتكون جماعات بتعمل منشورات وتنظم مظاهرات، ده الكلام ده بعد سنة 36 على وجه التحديد. في الموازاة مع سنة 36 هنلاقي أنه بيظهر سنة 37 تيار روائي مهم جدا كان رائده نجيب محفوظ. ونجيب محفوظ في سنة 37 نشر أول رواياته واستمر ينشرها حتى 41، وهو بيتكلم عن الشكل الفرعوني من أشكال الكتابة. نجيب محفوظ كان بيحاول أنه يستخرج من التاريخ الفرعوني ما يصلح لكتابة الرواية، يمكن لأنه ده كان بيحاول بيه نجيب محفوظ يأسس لفكرة الهوية الفرعونية لمصر، وده في مقابل فكرة الخلافة الإسلامية اللي كانت سائرة والناس بتتكلم عليها في الوقت ده. من 36 بتستمر حالة ازدهار الرواية المصرية بشكل ما، وبتفضل مستمرة مع ثورة يوليو 52، لكن في ثورة يوليو بتتحول المسألة شوية لفكرة الواقعية الاشتراكية. يعني كان بيبقى فيه بصورة ما تركيز على ما تريده الدولة من الفن، اللي هو الفن الهادف أو الفن الموجه أو ما إلى ذلك. ويمكن نجيب محفوظ شوية في من سنة 54 وقف كتابة رواياته علشان هو ما كانش بيكتب بالشكل ده تحديدا. نجيب محفوظ نقل من الهوية الفرعونية إلى الهوية المدنية لمصر في كتابته عن القاهرة والحرفيش وما إلى ذلك. وبتستمر فترة الثورة أو الطموح حتى أزمة 59، وأزمة 59 كانت أزمة مجتمعية لها علاقة بحراك سياسي تم قمعه بشكل ما في الوقت ده، وكمان كان في أزمة أثرت بشدة على الطبقة الوسطى المصرية في الوقت ده، وهي أزمة الانفصال عن سوريا بعد تكوين الجمهورية العربية المتحدة. ويمكن علشان كده هنلاقينا داخلين على الستينات وإحنا شايفين طبقة مجهزة لأزمة كبيرة، طبقة بدأت تكتب القصة القصيرة بشكل واضح علشان تعبر عن الأزمة دي. يمكن علشان كده كل نقاد الأدب ومؤرخي بيعتبروا أنه فترة الستينات هي فترة ازدهار القصة القصيرة في الأدب العربي، وبيسموا جيل القصة في الستينات الجيل الذهبي للقصة القصيرة. ده بدأ فعليا من سنة 60، بدأ من مجموعة عيش وملح. أنا عايز أقول أنه دايما في المراحل الفاصلة اللي زي دي بيحصل تكتلات للأدباء وبيعملوا مجموعات، والمجموعات دي بتكتب كتابات مشتركة بشكل ما، زي ما تجمعت جماعة الفن الحديث في المرة الأولى بتتجمع مجموعة من الأدباء زي مثلا عز الدين نجيب ومحمد حافظ رجب ويكتبوا مجموعة اسمها عيش وملح. وبتستمر المسألة كده، بنلاقي بقى أسماء كبيرة جدا من كتاب القصة القصيرة اللي بدأوا يقروا قصة أجنبية ويمزجوها بالتراث العربي ويقولوا فيها رؤيتهم الخاصة جدا. ممكن نعدد أسماء كتيرة لمعت في الفترة دي زي يحيى الطاهر عبد الله وابراهيم اصلان وادور الخراط وغيرهم، ودول اللي منهم اتكونت بعد نكسه 67 جماعه سميناها، هم سموا نفسهم جماعه جاليري 68. وجاليري 68 اصدرت مجله اسمها جاليري، وزي ما هو باين من عنوان المجلة انه هي هتهتم بكل الفنون، هي جاليري حاجة زي المتحف الجديد كده. لكن اللي حصل فعليا انه الجماعة دي اهتمت اكتر بالقصة القصيرة. يعني مجموعة الاعداد اللي صدرت لمجلة جاليري من 68 ل 73 كان اهم منجزها القصة القصيرة، لدرجة انه كان فيه عدد كامل عن القصة القصيرة المصرية.
ودول اللي بدأوا يعبروا بالفعل عن أزمة ما بعد 67، واستمروا في التعبير عن الأزمة دي يمكن لحد ما يحصل تيار أو الانفتاح الاقتصادي في منتصف السبعينات، فيحصل ركود شديد جدا في التعبيرات الأدبية عموما، ويحصل بقى أنه يعتبر الأدب نفسه في أواخر السبعينات نشاط هامشي بصورة ما، يحاول الأدباء أنهم يعبروا عن توجهات سياسية سواء كان ضد الانفتاح الاقتصادي أو ضد الصلح مع إسرائيل أو ما إلى ذلك. وبتستمر المسألة دي، يعني نقدر نقول أنها ما بين الأزمة والثورة لفترات طويلة حتى بداية التسعينات. في بداية التسعينات بيحصل عندنا حدث مهم جدا، والحدث ده نقدر نقول أنه تسبب في شرخ جديد في الطبقة الوسطى المصرية، وخصوصا أنه الحدث ده كان بيمسهم بشكل ما ولو أنه حدث سياسي، وأنا بتكلم عن غزو العراق للكويت وعاصفة الصحراء اللي كانت يمكن نقدر نقول أول حرب مذاعة على الهواء. وكانت الفكرة اللي بتصيب فرد الطبقة الوسطى في الوقت ده أنه ممكن الدور يبقى عليه في أي وقت، هو قريب جدا من الخطر. فكرة الإحساس الشديد بالأزمة عمل نقدر نقول قلب التربة مرة تانية، وطلع كتاب للسرد سواء رواية أو قصة قصيرة. لكن قبلها بسنة كان في 89 كان في حدث مهم جدا على المستوى الأدبي، اللي هو حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل في الأدب عن رواياته باعتباره روائي بصورة ما. يبقى احنا عندنا كده طبقة وسطى مأزومة عايزة تكتب، فلما تكتب بناء على القاعدة اللي حطناها هتكتب قصة قصيرة، لكن في طموح بالنسبة للشباب ان هم يقلدوا نجيب محفوظ او يبقوا زيه. فبدأ تيار جديد خالص يكتب قصة قصيرة، يكتب رواية بروح القصة القصيرة. في الوقت ده احنا سميناها، نقاد الأدب سموها انهم يكتبون الرواية بحبر القصة القصيرة. ظهر عندنا الرواية القصيرة او المتواليات القصصية او رواية الأصوات اللي بتعبر عن الأزمة وما إلى ذلك، وكان خيوط على دوائر واحدة من أهم المجموعات اللي ظهرت في الوقت ده واللي بتحاول إنها تعبر عن الأزمة دي. وبتفضل حالة الأزمة لحد 2003 لما تتحول الطبقة الوسطى المصرية لما يشبه حالة الثورة مرة تانية، فنرجع تاني للروايات الكبيرة الضخمة زي ملحمة السراسوة مثلا، وكتير من الروايات اللي ممكن نقدر نقول عليها ان احنا رجعنا بيها لعصر الرواية الكبرى او المجلد الكبير. واظن انه هذه الحالة مستمرة حتى الان. بكده نكون تقريبا عملنا مهاد تاريخي، شكل تاريخي لتطور القصة القصيرة والرواية في مصر. وفي الحلقات القادمة نتكلم عن فنيات كتابة القصة القصيرة، فنلتقي في حلقة قادمة. شكراً.